بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ودي إيمان الناه إسلام وندم الناه توتشي نهو أهنم ስለተላልክ ወንጀሎች ዝርዝር ጉዳይ ተከታታይ ክፍል አሁንም እያየን ነው። ይሄኛው 21ኛው ክፍል ይሆናል الحلقه 21 ويكون الحديث فيها عن شرب الخمر وان لم يسكر منها خمر ويم اسكاري ነገርን መጠጣት መጠቀም ባያሰክርም እንኳን ባይቀይረውም እንኳን خمر የሚለው ማንኛውም አይምሮን የሸፈነ አይምሮን የቀየረ ያደነዘዘ እዚ ውስጥ ይገባል። በባህሪው ነው የተጠራው خمر አስካሪ መጠጥ አደንዛዥ ነገሮች እዚ ውስጥ ይካተቱበታል። የሸሪዓው ህግ የተንጠለጠለው በስም ላይ ሳይሆን በባህሪው ላይ ነው። وهذا حكمة من الله تبارك وتعالى زرزر سم بالنسى يان داندو اسكاري متت سمو يتغيرال بعالمنا يالوت قوانقوش بركاتا ناتشو يزا هولو زرزر يميقمطبت ادلم قراناتن يتلايو ممرياوچنا حگوچ دنبوچ سيميزرزربت نو سلازي باهري لا ياتكورال ياسكره ايمرو يتغيره يادنززه ينبرون ايمرو يسلب ماننياوم نغر ازي است يغبال. ولذلك العلماء خمر مالت ما خامر العقل ايمرون يشفنا الى له ايمرو نورمال هون انداي سرا بما مركنم درجه يهون بما دنززم درجه يهون منو بمنو ايمرون بمسلب يهون لا ادغا يميدارغو ماننياوم نغروچ ازي است يكاتتالو عندن سوم ياقلدنا مياشوف الله ميامرقن يغبال يميل ماسرج جامطا الى ميادنا زيزو زيوست ايقابو ميلال يا شيخ ايمرو لاي ايمرو ميتشاوتو ايمرو نورمال كنبربت هيدت وجي ميادرقو نقرو تشولو زيوستي قابل الله انا ملكت انجاون يمي فرا يشريعان اتقال اي ملكت يمي الرداي هنا ايلم كناتوم شريعا من انجاون نقر لاي هق النادم باسك امتونو ميالفو يا هق النادم بوست ميكاتتو من انجاون قدايو تشنانت بوش تمساساي فرد وسلون ميهدو تيه تاوكانو የትኛውም ቦታ ላይም የታወቀ ነው። በየትኛውም ሃይማኖትም የታወቀ ነው። የትኛውንም ሚዛን ከወሰድን ተመሳሳይ ነው። አልመሂም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala في كتابه العزيز من لن يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير سلا خمرنا سلا عسكاري متتنا ويم سلا عسكاري مننن يوم نقرنا سلا قمار حكم النافر دي تأييكوهال اندهم بلات شويل لله فيهما إثم كبير تلك ونجل اللبات شو بلات شو النزيهو لت ونجلوش تلك ونجل اللبات شو تلك ونجلوش نات شونا ومنافع للناس سوم ያስተላለው ይሄኛው ሁለተኛው ነጥብ ነውና ቁርአን ላይ አላህ ተቀሰው ለሰዎችም ጥቅም አለው በርግጥ ነገር ግን وإثمهما أكبر من نفعهما ወንጀላቸው ከጥቅማቸው ይብሳልና ስለዚህ حرام ነው ከዚህ ምን ወስደው ነገር አለ ከዚህ አያህ ምን ወስደው መሰረታዊ ማስረጃ አለ ሐላልና حرامን በተመለከተ ማንኛውም حرام ነገር ጥቅም ዱንያ ላይ የለውም አይባልም ይኖራል የተከለከለ ነገሮችን ካየን ዱንያዊ ጥቅም ይኖራል ያንን حرام ሚሰራ ሰው ለጊዜው ያንን ጥቅም ያገኛል ገንዘብ የበላ በገንዘብ ይጠቀማል ይደስታል ዝሙት የሚሰራ ለተወሰነ ደቂቃዎች ይራካል خمر የሚጠጣ ለተወሰነ ደቂቃዎች ይራካል ሻጡ ገንዘብ ያገኝበታል ሌሎችም ወንጀሎች ልክ እንደዚሁ ይሁሉም حرام የሆኑ ነገሮች ዱንያ ላይ ምንም ጥቅም የላቸውም አይባልም የሌላቸው አሉ ያላቸው ይኖራሉ ያጥቅም አለው ማለት ሐላል ነው ሊያስብለው አይችልም
ማንኛውም ጥቅም እናገኝ ነገር حرام ከሆነ حرام ተብሎ ጥቅም ካገኘን ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ የበለጠ ስለሆነ ነው حرام ይሆነው ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ አነስተኛ ቢሆን ኖሮ የተፈቀደ ሊሆን ይችል ነበር ነገር ግን ጉዳቱ አደገኛ ስለሆነና ስለከፋ ነው حرام ይሆነው ማንኛውም ነገር ጥቅምና ጉዳት ካለው ጉዳቱና ጥቅሙ እኩል ከሆነ መራቅ አለበት ጉዳቱ ከባሰ حرام ይሆናል ይሄ የታወቀ ነው ጥቅሙ የባሰ ከሆነ የራሱን ህክም ይወስዳል ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በخمርና ስለ አስካሪ መጠጥና ስለ ቁማር ይጠይቁሃል ፍርዳቸው እንዴት ነው ትልቅ ወንጀል ነው መጀመሪያ ወሳኙን ህክም አስቀደመ ከዛስ ጥቅሞች አሉት ይሄ ማይካድ ነው ነገር ግን ከጥቅሙ ይልቅ غداتنا حرامنته يكفانو كبادنونا مراك اللبت إلى الله عز وجل وقال تعالى بليل أم آيال من الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه الله عز وجل من دنيا لو زي بوتا لاي ان انت يا امناچو سوچ هوي انما الخمر اسكاري متطوت ادنزاج مزي است يقبال ما نينيوم ايمرو يميقيرو نغروچ بمتطات ليون يچلان بماشتت ليون يچلان بمقام ليون يچلان بمرفي بيوسد ليون يچلان بتشا بيتينيوم ماينت ملكو ود سوونت جبتو ايمرو يقيره ما نينيوم نغر والميسر قمار بمورارد يميمطا طقمنا غنزب معناتنا والانصاب اندزيهم لاملكوت يتتكلوا دنگايوتنا حولتوت والازلام وهي القداح التي يستقسم بها الكفار قبل الاقدام على الشيء والاحجام يعني كافروش مشركوش يهونا سرع لمسرات يساك لنا لا يساك لنا من مالت يميت قلوت اطال لزا طاوتو تشاكو قاهي دو سيابكو يزيانتو متعامت اطال الدليك قنانيا لايك قناني بلوت ايات قالو مكتل النزيه تقباراتو تلو رجسون من عمل الشيطان الكس يهونو يا شيطان تقباراتنا درقيتوش ناتشاونا فاجتنبوه راقو تلا الله سبحانه وتعالى لتركوت يقبل لعلكم تفلحون جنة بما قلت تتدلو زند يهن ما ذاقين ربات شهر إلى الله عز وجل لب بلوزيبو تالي يزيهن نقر حرام النت أسكف في النت الله سبحانه وتعالى يقلت أبات شهر تات شهر نيو رجسون كوشاشانو مرباك اللبت من عمل الشيطان يتقي شيطان تكبرنا يا شيطان تكبر الناس ران ميادنك يميقرب ما نميلم هي شيطانوي تكبرنا كتبال يركال شيطان كفونا ونا ثالثيا حرامنتن يغلصبت منجد بتعزاز امطاو كل كلام يهونه تعزاز راقوت بلوا الله عز وجل هي من ياكل وانجلو يكفى مراق يالبت مطفو نجر اندونه ياسردانا ولذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل التحريم الخمر خمر حرام مهو سيرغاغت طبعا بهدت نبر حرام يهونا مجرشا لا حرامنته سيرغاغت لك يا وردو راقوت مجمرا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى سكارام هناچو ود صلاه اندات قربوا بمالت الله سبحانه وتعالى كلكله صلاه لا تسكروا ممطات كلكلنا سلازي سكارام لمون قربو متطات الله بالصلاه سلازي صلاه يسجدالو صلاه ايتهو لخمر بلا ايتهو منا النزي مرت تولدوت قدمو كصلاه بفيت ايتطو منبر سلازي قنسو معناتنا بهالا لا بهيد الثلاثيه هيدت لي حرام ادرج الله لعلكم فهل انتم منتهون تتوالاتو ترقط يهون سيلاتو الله انتهينا بلاو تعقبو دياو نصحابوتيه مجرشا وساني سيورد من إلى ابن عباس لما نزل تحريم الخمر خمر حرام النتو لك سيورد آيو سيورد
مشى الصحابة بعضهم إلى بعض صحابة وجه وريون لما الدارس يوردون يمجر حكم لما الدارس تنكساكسو كبوتا ودبوتا وقالوا من تبابلوا حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك حرام خمر حرام تدرق كشرك مقا كويا تدرقو وين تستكاكلو تترى أبو كشرك قا توسع قد كونو بلو وريو النزو كفاتو نمترتو هلو المسردات جمرو كزيه من الردو عندنو يا صحابة وشقن الزابي من يهال يتألك أن يركك عندهننو لب بلو يهم بوتا يهم يا صحابة وشقن الزابي لهلو مقوداي لبزو مسرد قوداي وش مسرد دي هنا لسو من دنو من نيوم ونجل كشرك قابرو كتتكس يونجلون كفات ياسايينان يونجلون عدق النت اندم ياسايينان اندم ياسردان ان الردالن من قالوا صحابوت وجعلت عدلا للشرك كشرك قا اكل ترقو تستكاكلو ويمتزعم دون يتوسعو يا خمر حرام النت متنكك اينو ربنا اللي بمالت تنكاك اي مادرق اندال لباتشو حرام النت النار الرقاكتو وذهب عمر بن عبد الله بن عمر إلى أن الخمر أكبر الكبائر. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خمر كتلالك وانجلوش تلالك كم يبال ويمتلالك كم يبال وانجلوش ما هل عندنا ويلا يعني مثلا أنه مثلا أكبر من الشرك أو نحوي وإنما يعني مالك يفلقوا كخمر كشرك بس هل مالك قال لهم نقرقن كتلالك وانجلوش ترتا يمسلف نويلا لأنها أم الخبائث كفو يهون وانجلوش هلو الناتنا مرينونا جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ابن عثمان بن عفان يهي المعنى سيابر الراء خمر مالت يوانجلوش هلو كفو يخبائثوش هلو كفو الناتنات يميلون سياس ردا من على عند سويه صوص نقروش قربوا لات نفس هسأل ليج نبرة نفس انديات أفا هيوات انديات أفا ويم زموت اندي فتصم وينم خمر تقيت اندي تقطع اندي كامس تأيكوت ونجل مطفات يعني نفس مطفات كبار ونجلو على درقهم مالا زموت مسراتهم كبار ونجل لو قلت انو على درقهم تشاغاري ونجل لو اندو السو ليلا سونا ميقل لو زينا ميسراو ليلا سولا اينو خبر متقطاتس راسو لاينو ونجل ميفتصم السو يقل لنيا لاننا خبرو انتقطا لك خبرو انسيتقطا أفت أو النابد أمج أمرا أي مروة كأيرا سي سكر دفرت مدع عقل انسلك أيرا زموت فتسأنا يهيس قال لجلي ناقر بني اتنا ليمي الخيال وسط شيطان أسكباو لا قدل كذب الزيهم مكنياتناو خمر أم الخبائث يتبالي لأن خمر يتتاسو أي مروة كأيرا هلو من أقر يوشت دفرت يوشت وني خمر يميتتا هاشيش يميتتاكم جاءت يميكم تمساساي بحرين يالاج ملو بملو وسم بايوكلم يا عندو كليلا وليبس يشلال عنداندي يجاءتو يا دنزاج اسو كخمر ليبس يشلال سوس هنو يكرال سو يون ياجاجلال يعني ياسمرك نوال بيال لون جنزب اوتو تيساتال يتلا ينقرو تشن ديارا يارا قوال اي مرو تكيرال كذيب لا يلا من اندي هون نمي فلق علاكم عندانو سو ايني بزوسكم بزو كالكامكو يمستقر عليك أي رمينا هاشيش بزو كالوسركو تنشون بيهون يونو حكمو لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما أسكر كثيره فقليله حرام عبزتو سويوسي تكما يمرونك أي رم تنشون تكيتم حرام نملوان والحديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان وصححه الألباني خمر أم الخبائث يهنبت لي لو مكنيات يترقموا خمر يمي تتعصى يترقم أسنا هنا في الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد
إمام أحمد زقبوا حديث عن ابن عباس من لالو من لال عبد الله بن عباس رسول صلى الله عليه وسلم عندي سيلو سامت شالله جبريل عليه السلام إن يزن دمتهنا بخمر قداي يترجموا أسر وي مصر عند سوتشنا والسلين بل إلى حديث لامنا للرسول صلى الله عليه وسلم لعنت الخمر بعينها أسر نقروش ترجموا كخمر قاية عزة خمر راسو يترجمنا له وشاربها يميت التوسى وساقيها يميت التوسى وبائعها شاج ومبتاعها دجوان وعاصرها تماكو ومعتصرها انديك جمك التي يعززو سويه وحاملها قال تشكمو خمر يزوم يعمل لسو سويه والمحمولة إليه اقاو يمي درسلت سويه وآكل ثمنها وقاون يمي بلا يخمر حساب يمي وسدم يمي سبسم سويه النزي أسرو يترقمون على الرسول صلى الله عليه وسلم يترقمون سلونهم أم الخبائث يتبالوا ويمي أسبالوا وقال عليه الصلاة والسلام يخمر أدق النت أهن مونجل يعني خمر ميت التاسو ممن درق اللبس الناقروا من ألو من شرب الخمر فاجلدوه خمر يتتاسو قرافو تالو طبعا قاضي لم يقرفو فإن عاد فاجلدوه أهن دقمو كتتا قرافو تالو فإن شربها فاجلدوه أهن تملسو كتتا قرافو فإن شربها الرابعة فاقتلوه أردت أن يجزي كتتاقن أن لا تلقوا تقللوا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح وعن عبد الله بن الحارث يقول حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها سبحان الله بسكار مكنيات بسكار مكنيات عند جزي صلاة يتوسو مثالي ودنيا هلو تسطو عند تنفق صونه من يأكل كبار كسارة عند ميقتمو من يأكل وردة عند ميقتمو من يأكل عددة عند ميقتمو يوكمانت ومن ترك الصلاة أربع مرات سكرا بسكار مكنيات أراد تجزي بمركانة مكنيات أراد تجزي بهاشيش مكنيات بهاشيش دنززو أراد صلاة يتوسو كان حقا على الله يسقيه من طينة الخبال طينة الخبال كم يمبال النقر الله لاتت أو براس لا يوسنوا عنه يا رسول الله طينة الخبال من دنو سلاتشو قال عصارة أهل جهنم يا جهنم سوت إج مقلنا يسك آياتشو سونتاتشو سيسك آي ساسي لبلباتشو يميوت آج أماك يعلا إجنا مقل السل لاتت أو الله أرقت أنيانو قال قبطان ايه من ياكل لخمر بنو صلاه متو يالون كفات يا سايا نسال الله السلامه والنجات ليلى اخر الايام لو قطات من دنو من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الاخره خمر لا يعني دنيا لا خمر يتطى سو يا اخرا جنه ان كان بيغبا يا اخرا خمر يتطى نسال الله السلامه والنجات يخمر يميتطو سوت ميوسد باچو دنيا يرمجا كغر فيها باشاغر صحابوش من اللي نبر عبد الله بن عمرو بن العاص من اللي نبر رضي الله عنه لا تعودوا شراب الخمر اذا مرضوا خمر يميتطو سوت قاميوت خمر تطچوت ادنزاز تتقاميوت كتاممو انكون هداچو انداتيقواچو يلال قطات نونا وقال البخاري وقال ابن عمر لا تسلموا على شربة الخمر خمر يميتطو سوتن سلامات تبلواچو يلال قلي خمر ما تقطعت من ياكل يكفى عنده هنا ما هبرسبو مهين ونجل عزلكو مالف أصاسكو مالف اندني اللبت ياسر الدال ميت تاك ايبت المنجل مفلق اللبت ادنزاج استطيع قامي تات قامي خمر تتك قامي النزي سويت ارمجالي وسر بها ما هبرسبو اندتك اوواتشو ما سايت اللبت سلام بعلى مالت اندزيهم بيتاممو على متأيك حتى سوبي موت باتشو مكانا تأيكو لان مكتاتش اهوناتشو اندي اقومو مالتنا النسو نفساتشو اللي ما دان سيبال أسأل الله عز وجل أن يجنبني وإياكم جميع المحرمات ما ظهر منها وما بطن إنه نعم المولى ونعم النصير هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.